بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني الطلبة، أخوتي الطالبات، أقدم لكم في هذا الفيديو تصحيح امتحان رياضيات باك 2010 شعبة العلوم التجريبية، الموضوع الأول، التمرين الرابع. مليح، نص شوية طويل ما نقدرش نذكرو على هنا نص كامل. إذا ما عليكم، إن إذن الدالة العددية f معرفة على متجه صفر ذاك f لي x يساوي x ناقص واحد ناقص ln x على x مربع. سي f التمثيل البياني ل f في مستوى منسوب إلى معلم متعامد متجانس أو g، تأخذ وحدة في الناس المهم. واحد ألف، احسب f لي x إذا ليميت ل f لي x إذا x يؤول إلى صفر بالقيم الكبرى. فسر النتيجة هندسيا ثم بين أن ليميت اف لإكس إذا إكس يؤول زايد ما لا نهاية يساوي زايد ما لا نهاية، والباقي مشقاش نذكرو طويل. إذا نبدأ ببركة الله بالتصحيح. إذن ليميت اف دي اكس إذا اكس يؤول إلى صفر، ما علينا إلا أن نعوض اكس بالصفر، ولا هناكم تشوفوا. إذن إذا اكس يؤول إلى صفر معناه ال أن دو اكس هي ناقص ما لا نهاية، ولا هنا صفر ناقص ما لا نهاية مضروب في ناقص تولي زايد ما لا نهاية. هذا النتيجة الأولى. تفسير الهندسي، المستقيم العمودي ذات المعادلة x تساوي صفر أهي هو مقارب للمحنى cf العمودي. لا ليميت لي f dx إذا x يؤول إلى زاد ما لا نهاية، لهنا زاد لا نهاية. علاه؟ لأن هذا x ناقص واحد يروح يؤول إلى زاد ما لا نهاية، ولا هنا يؤول إلى صفر. إذن زايد ما لا نهاية. هذه هي النتيجة. واحد بي، هل المستقيم دلتا هو مستقيم مقارب ميل؟ نعم، نستعمل هذه العلاقة هذه. نحسب لا ليميت اذا اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه اف لاكس ناقص اكس ناقص واحد، كما راكم تشاهدوا لنا تروح لنا تبقى لنا ناقص ان دو اكس على اكس مربع. اذا اكس معناه دائما الاكس يتغلب على ان دو اكس وهذه تساوي صفر. اذا المستقيم دلتا ذات المعادلة إكراك يساوي إكس ناقص واحد مقارب، مستقيم مقارب مائل للمحنى سبب بجوار زايد ما لا نهاية. واحد جيم، دراسة وضعية السي إف بالنسبة للمستقيم دلتا. لهنا ندرسو إف لإكس ناقص إكس ناقص واحد، أي ندرسو هذا العبارة ناقص إل إن دو إكس على إكس مربع. إذا كان إكس ينتمي من صفر إلى الواحد، ال ان دو اكس هو سالب،
إكس مربع دائما موجب، إذن العبارة هذه إذن تكون موجبة، وهذا يعني يدل على أن سيف فوق دلتا. إذا كان إكس ينتمي إلى المجال واحد زائد ما لا نهاية، ألن دو إكس موجب، إكس مربع موجب، وهذا العبارة تصبح سالبة، إذن سي إف تحت دلتا. هاي لهنا درنا الجدول هذاك. وإذا كان إكس يساوي واحد، معناه أن كاين تطابق ما بين سي إف ودلتا، تقاطع في إكس يساوي واحد. اثنين، إذا هذا جيلو إكس هذا دالة معرفة من صفر حتى زائد ما لا نهاية، هاي العبارة تاعها. المشتقة قابلة للاشتقاق في هذا المجال، إذا نقدروا نحسبوا الاشتقاق تاعها، الدالة المشتقة. لنا تلاحظوا في المجال صفر زائد ما لا نهاية، هذه العبارة كل موجبة، معناه إذا كانت المشتقة موجبة معناه أن جيلو إكس متزايدة. هذا هو الاتجاه تاعها، هاي متزايدة راكم تشوفوا لهنا. 2 بي جيلي واحد هي صفر، الإشارات جي دي إكس شاهد الجدول تغيرات لجي دي إكس. هاي عندنا جي دي إكس يتغير من صفر إلى واحد، هو يكون سالب، علاه؟ من نقص لا نهاية حتى لصفر يكون سالب. و جي دي إكس موجب من واحد حتى زائد ما لا نهاية، هذه هي العبارة. ثلاثة ألف اف دي اكس نحسبو اف فتحة لي اكس، هي حاجة سهلة. لهنا لهنا رانا الشكل او على في، الشكل او على في، او على في، و او على في المشتقة تاعو في او بريم، و او في بريم على في مربع. انا استعملنا هذه العلاقة، نتوصلوا الى اف فتحة لإكس هي جي لإكس على إكس مكعب. اذا ثلاثة بي من اجل إكس ينتمي الصفر حتى الواحد، جي لو إكس سالب، ومنه أن اف فتحة لإكس سالب. من أجل إكس ينتمي من واحد زائد ما لا نهاية، جي لو إكس موجب، لأن نشاهدو في هذا الجدول هذا نلقاو الإشارة. إذا من أجل إكس ينتمي، إذا جي لو إكس موجب ومنه اف فتحة لإكس موجبة. من هنا نقدروا نسطروا جدول تغير الدالة اف اكس، ها هي لهنا سالبة من صفر واحد، اف فتحة لإكس هي سالبة، وموجبة من واحد حتى زائد ما لا نهاية، معناه متناقصة من صفر إلى واحد اف دي اكس، ومتزايدة من واحد إلى زائد ما لا نهاية، عبور من صفر. رابعة، إذا كان تي موازن لمستقيم دلتا، معنى أن تي لديه معامل الميل يساوي معامل دلتا، وهو واحد. إكراك يساوي إكس ناقص واحد، لأن واحد ما نكتبوش، ولكن هو هذا هو المعامل الميل. العبارة العامة لمماس هي إف فتحة لألفا ناقص إكس مضروب في إكس ناقص ألفا زيد اف لألفا. ألفا وشن هي؟ هو الفاصلة لنقطة المماس، ألفا هو فاصلة المماس، نقطة المماس، نقطة المماس. إذن اف فتحة لألفا هي واحد، ميل، معامل الميل. لهنا اف فتحة لألفا يساوي واحد،
لهنا نعوضها جي لألفا، هذه القيمة تاعها، إكس ناقص واحد زائد فاصلة كات. إذن لهنا كما راكم تشاهدوا نعوضوا ألفا بالقيمة تاعو، لقينا ألفا هي جذر لي أو، هي أساس الأسية. بعد التعويضات نتوصل إلى يجراك هي إكس ناقص واحد زائد واحد على اثنين أو. واحد على اثنين أو هي واحد زائد واحد على اثنين أو هي 1.340، 304. إنشاء تي دلتا ذاك لهنا واحد مئة وأربعين، لهنا ناقص واحد هنا ألفا هنا سوسن كات. عندك دلتا هو المستقيم المائل، إكراك يساوي إكس ناقص واحد، لهنا تي هي إكس ناقص واحد زائد اثنين أو. راكم تشوفون لهنا لهنا تقاطع، لهنا نقطة المماس، نقطة المماس، ولهنا دلتا مقارب لسي اف، سي اف. الباقي لهنا سبارابان ها لهنا اش إكس مزوجية لأن لهنا برهناها، ولهنا الحالة الأولى من أجل إكس ينتمي إلى صفر زائد للنهاية، أش دو إكس، أش دي إكس إيكال ناقص إف لقيمة مطلقة لإكس، معناه أن سي أش نظير سي إف بالنسبة لمحور الفواصل، ومن أجل إكس ناقص مانينا حتى صفر، اش ماس اش ناقص اكس يساوي اش اكس، معناها سي اش متناظر بالنسبة للمحور الثلاثي. ولهنا نعطيكم لهنا كذلك، هاكم تشوفوا لهنا هاي